ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد للتوضيح أو لوضعنا في آخر التصريحات التركية حول هذه الزيارة. عمر أهلا بك في هذه الجولة، ما هي آخر التحديثات لهذه الزيارة؟ بعد التحية، وزارة خارجية التركية أعلنت بأن يوم غد سوف تستقبل أنقرة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسوف يتم عقد مباحثات، هي مباحثات موسعة حقيقة بين الوزيرين التركي والمصري، وفي ساعات المساء سوف يتم إجراء مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية التركية. هناك الكثير من الملفات رعت. صحيح أن هذه الزيارة تأتي في إطار تطبيع العلاقات وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، ولكن هناك ملفات ثنائية، ملفات إقليمية كذلك، إن كان الملف الليبي وإن كان الملف السوري أيضا، كل هذه الملفات مطروحة على طاولة المفاوضات وطاولة النقاش. كذلك يمكن في هذه الزيارة أن يتم طرح موضوع تعيين سفراء لكلا البلدين في أنقرة وفي القاهرة أيضا. هذا الموضوع كان في السابق مرتبط بطبعا لقاء القادة رعد، بعد لقاء رئيسي الجمهورية، كان رئيس الجمهورية أردوغان ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ولكن وزير الخارجية التركي قال بأنه يمكن للبلدين أن يعينا سفيرين قبل لقاء القادة الذي أصبح متوقع أن يحصل في مايو القادم بعد الانتخابات التركية. نعم. وكذلك طبعا أن يتم بحث وإيجاد موعد مهم وموعد مناسب لكلا الطرفين لإجراء هذا اللقاء. طيب عمر، يعني هل هنالك من تحليلات لهذه الزيارة من قبل المراقب التركي؟ كيف يقرأ المراقب التركي هذه الزيارة، خصوصا أنت قلت أن لقاء الزعيمين المصري والتركي سيكون بعد شهرين ربما من الآن، أي بعد الانتخابات كما تفضلت؟ نعم رعد، بالفعل المراقب التركي هنا، المحللين، الإعلاميين، الصحف، كل من نتحدث معه حقيقة يقولون يعني عبارة مشتركة وموحدة أن هذا اللقاء تأخر جدا. لم يكن يجب أن يعني أن تكون دولتان مثل تركيا ومصر بعيدتان عن بعضهما كل هذه الفترة. حقيقة الشعبين التركي والمصري شعبين يعني شقيقان متوافقان في الكثير من العادات والتقاليد والتاريخ المشترك، لديهم تاريخ مشترك. لذلك هنا إن كان على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى الشعبي كذلك، هناك ترحيب كبير مع يعني نوع من العتاب، لأن تركيا تأخرت في موضوع يعني التقارب أو يعني مد جسور التواصل مع مصر، بالإضافة لتأخرها يعني الإيقان بأن مصر أو الدور المصري هنا في المنطقة، إن كان في المنطقة العربية وإن كان على المستوى الدولي كذلك، هو دور مهم جدا. لذلك يعني جاء هذا التأخير، ولكن في النهاية يعني حصل التقارب، جاء بعد لقاء الرئيسين في الدوحة على هامش يعني كأس العالم. ولكن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري تضامنا مع تركيا في كارثة الزلزال في 27 من فبراير الماضي أطلقت هذه السلسلة من الزيارات التي يمكن أن تستمر طبعا حتى لقاء القادة، وكذلك تهدف إلى زيادة التنسيق، زيادة التعاون في العديد من المجالات. هناك تقارب وتفاهم تركي مصري ربما يوم أمس عمر تحدثنا عن معك عن احتمالية
وجود أكثر من ملف للتباحث في هذه الزيارة، والآن قلت أن الملف الليبي قد يكون مطروحا، الملف السوري قد يكون مطروحا، ويعني التفاهمات حول هذان الملفان. هل ملف الطاقة وفق المراقبين لديك يعد مطروحا أيضا كالملف الليبي والسوري؟ بكل تأكيد رعد، ملف الطاقة وملف يعني انضمام تركيا إلى منتدى غاز شرق المتوسط، أو على الأقل التعاون، يعني إقامة تعاون بين تركيا ومصر في شرق المتوسط، هو أحد أهم الملفات بالنسبة لتركيا حقيقة. منذ البداية، منذ أن بدأت سلسلة التقارب بين تركيا ومصر، كنا نشهد التصريحات التركية الرسمية من لسان رئيس الجمهورية بأن تركيا أحق من أي دولة أخرى بالتقارب والتعاون مع مصر، بسبب يعني حجم التعاون وحجم العلاقات التاريخية بين البلدين. لذلك كان هناك إيلاء أهمية كبيرة من قبل الدور السياسي التركي إلى مصر، وبالتالي ملف الطاقة هو من أهم، ويمكن القول أنه أهم الملفات بالنسبة لي تركيا، وبكل تأكيد سوف يكون مطروحا على طاولة المفاوضات يوم غد، ويؤمل به أن يتم الوصول إلى نوع من التفاهم والتوافق بين أنقرة والقاهرة. يعني بحديثنا عن ملف الطاقة، ويبدو أن الأجواء لديك باردة عمر، والآن الحمد لله الشمس أشرقت عليك ربما لتدفئ قليلا، لكن لو تحدثنا عن الطاقة مرة أخرى، يعني كيف هو واقع الطاقة في تركيا اليوم، خصوصا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وكذلك بعد الخوانق الاقتصادية الكثيرة التي تعاني منها تركيا، التضخم الاقتصادي العالي، كيف هو واقع الطاقة في تركيا، وما هي الخطط التي طرحتها الحكومة حاليا؟ رعد، تركيا تعتمد في موضوع الطاقة بشكل كبير جدا على الطاقة التي تستوردها من روسيا. خلال العام الماضي عام 2022 صدرت الكثير من الأنباء بأن روسيا أجلت فاتورة عام 2022 إلى أو حتى عام 2023 إلى العام المقبل، فترة مقبلة، وبالتالي خففت على تركيا الضغط في موضوع الدفع وفي موضوع العجز التجاري الخارجي الموجود لدى تركيا حاليا، وهو يحطم أرقام قياسية حقيقة. رغم ذلك، رغم الأموال التي جاءت إلى تركيا وهي تعرف بأنها أموال مجهولة المصدر أيضا، كل هذه الأمور رغم وجودها، إلا أن موضوع الطاقة وموضوع المشكلات الاقتصادية، العجز التجاري الموجود في تركيا اليوم يشكل أكبر أرق بالنسبة للإدارة الاقتصادية في تركيا. الهم الأكبر بالنسبة لتركيا اليوم وبالنسبة للحكومة التركية هو أن تصل إلى الانتخابات دون انفجارات في موضوع التضخم وفي موضوع العملات الصعبة حقيقة. رعد، 8.7 كان العجز التجاري الخارجي المعلن أخيرا حسب مؤسسة الإحصاء التركية، وهو طبعا رقم قياسي، أن يصل العجز التجاري السنوي إلى أكثر من 55 مليار دولار. هذا يعني عجز كبير جدا بالنسبة لتركيا، يعني رغم كل الاكتشافات التي أعلنت عليها تركيا في موضوع الغاز والطاقة في البحر الأسود وغيرها، ومحاولات الاستكشاف في المتوسط، يعني ما زال واقع الطاقة التركية غير كافٍ ربما لتأمين احتياجات تركيا، أليس كذلك الآن عمر؟ يعني رعد، الأرقام المعلن عنها يعني 710 مليار متر مكعب من الغاز المكتشف في البحر الأسود، هذه الأرقام يعني ربما سوف يتم الإعلان عن بدء سحب أجزاء من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في 20 أبريل، ولكن
كل المراقبين والخبراء في هذا المجال يؤكدون بأن تركيا حتى تستطيع الاستفادة من النفط والغاز الذي اكتشفته، فهي على الأقل سوف تنتظر إلى 2 أو 3 أو 4 سنوات على الأقل حتى تستطيع استخراج النفط وتكريره وإمكانية الاستفادة منه. ولكن الإصرار حاليا نوعا ما هو لأسباب انتخابية، أن يتم يعني افتتاح مشاريع في هذا المجال لإرسال رسائل إلى الناخب التركي بأننا إذا هل يمكن قراءة ما بين السطور عمر أن التقارب الآن أحد أسباب التقارب وأهم وأولوية التقارب المصري أو التركي المصري تركيا باتجاه مصر هو إنقاذ تركيا من واقعها واقع الطاقة لديها؟ هل نستطيع أن نفهم أن أحد الأسباب تكون هذه؟ بكل تأكيد رعد، يعني تركيا تريد أن تنقب عن الغاز بشكل مريح في المناطق التي يمكن أن تحصل عليها عبر إجراء اتفاقية بينها وبين مصر في الشرق المتوسط. تركيا كانت يعني قد قدرت الموقف المصري حتى في أيام الخلاف عندما لم يعني تأكل أو تتجاوز مصر على الدور التركي، لذلك او المناطق التركيه في الشرق المتوسط. اذا ربما سناخذ اكثر تفاصيل منك عمر بعد زياره سامح شكري وزير الخارجيه المصري يوم غد ان شاء الله، لما يحدث من علاقات بين تركيا ومصر. عمر احمد مراسلنا في انقره، شكرا جزيلا لك لهذه التفاصيل.